ضيفتنا الكريمة الدكتورة ولاء شبانة، استشاري علم النفس والخبير التربوي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، صباحكم جميل. صباح الورد والفل. الترتيب الأطفال، الدراسات الجديدة والعلم الحديث أكد أنه بيفرق في شخصياتهم. فيقول لك البكري ليه شخصية، الوسط ليه شخصية، وآخر العنقود أو الصغير ليه شخصية. الطفل لو مولود لوحده وحيد برضو ليه شخصية تانية، غير لما يكون وسط أشقاء. إزاي فعلا في فرق بيحصل نفسيا، والفرق ده بينعكس على الطفل وربما على الأب والأم كمان؟ بصي حضرتك، هي يعني انا بحب دايما ابسط الموضوع عشان الناس ايه يعني تبقى مستوعباه بشكل مبسط اكتر منه اكاديمي او علمي. اكيد اول كيكه بتعمليها في حياتك بتختلف تماما عن الثانيه عن الثالثه. لو هنعتبر ان التلات كيكات دول هم اول ترتيب تلات اطفال بالنسبه لنا، فهتلاقي دايما ان الاولى انا حريصه عليها زياده عن اللازم، بخاف شويه من الوقت، بظبط التايمر بتاع الفرن، ببقى عندي حساسيات واحترازات غير عاديه عشان اقدر ان انا اطلع باحسن نتيجه بالنسبه لي. بيبان فيها بعض الديفوهات دي، ما فيش فيها كلام، ده اذا ما اتحرقتش يعني. هتلاقي الكيكه الثانيه طالعه معاكي اللي هو بيه انا اخدت بالي من الاخطاء اللي فاتت، فخلاص انا بقى عندي الثقه الكافيه. هتيجي للكيكه الثالثه هتلاقي لا تايمر، وممكن ما تحطيش فيها بيض اصلا، ما بقتش فارقه كتير، خلاص انت بقى الموضوع بالنسبه لك ما بقاش اللي هو ماشيه بنمكيه قوي او بالمقادير يعني بتاع الشيفات الكبيره قوي قوي، فبتلاقي الدنيا بالنسبه لك بتبقى في اللذيذ، وهي اسمها كيكه في الاخر وخلاص، دي بقى حضرتك يعني. فعشان كده هي فعلا الطفل الصغير مقدر حاجه يعني. انا مستغربه شويه التشبيه، بس يعني يعني هو في حاجه حاسه كده ان هي بصي يعني احنا بطبيعه الحال يعني انا الكيكه اللي اتعملت كده من يعني يعني عشان كده بتحتاجي مجهود كبير. لا هي ما باظتش، بالعكس هي واخده خبرات كتير قوي قوي، بس الثقه الزياده لولي الامر فيها او في الطفل الثالث مخليها دايما ايه في حاجات مش مهمه قوي بقى يعني ان احنا نبقى نمكيين فيها. لذلك احنا بنقول هو بطبيعه الحال اصلا بيننا وبين بعض كبشر في فروق فرديه بطبيعه الحال طبعًا. يعني ممكن يبقوا 10 اخوات لكن كل واحد فيهم ليه سمه مختلفه، رغم ان الاب واحد والام واحده حتى لو توأم. بالظبط بالظبط. فدي طبيعه ما فيهاش كلام، ولكن هل في حاجات بتؤثر في العوامل بتاعت الفروق الفرديه دي ولا لا؟ من ضمنها ترتيب الاخوات ما بينهم وما بين بعض. يعني يمكن نقول الطفل الكبير ده دايما اللي هو بنسميه في علم النفس العقل الراشد، اللي دايما بيبقى متحمل المسؤوليه شويه، على الرغم من الناس بتقول لك ده الطفل الاولاني بيبقى متدلع. لا، هو مش بيبقى متدلع، هو بيبقى واخد الحيثيات الكافيه بالنسبه له بشكل كبير قوي لان مفيش غيره، ولكن للاسف برضه هو بيقع تحت طائله قانون التجربه، لان هو اول تجربه في حياتنا، فالموضوع بالنسبه لنا بيبقى صعب شويه. ولكن في حرص زياده، والحرص الزياده ده برضو مش مطلوب، اللي هو بيه ممكن مثلا تلاقي في الطفل الاولاني عندك يعني بمجرد ما بيتحرك تلاقي نفسك بتجري وراه، بمجرد ما يتخبط خبطه بسيطه ممكن تجري بيه على المستشفى، وانت مش عارف الى اي مدى الخبطه دي واصله لحد فين، مش عارف حتى يعني، او كأم مش مدركه هو المفروض يغير كم مره، هو المفروض لما يعيط اشيله. لا، هو العياط ده عباره عن يعني تعبير عن حاجه هو محتاجها، مش شرط ان هو يكون بيتالم او بيتاذى من شيء خالص يعني 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 الموضوع مش كده. خبرة الإنسان بتزداد مع الوقت، وبالتالي طبعا طبعا، فبالتالي الخبرات دي بتفرق بعد كده في ترتيب الأبناء ما بينهم وبين بعض.